طيب اذا هلا نكمل من هون. احنا قلنا انه انا ممكن اعمل اليمينيشن، اذا عملت اليمينيشن للهارمونيك فولتج بكون عملت اليمينيشن للهارمونيك كرنت، مظبوط؟ فاختفى عندي هذا، هاي السوبر بوزيشن اللي مشينا فيها ومشينا من التول. اذا انا بقدر الان اذا غيرت الويف فورم هاي، بدل ما كانت عندي ويف فورم شكلها زي هيك 180 درجه اون 180 درجه اوف، لو غيرت السويتشنج بهذا الانفرتر وخليت هون في زاويه راح اسميها الفا، هاي الفا 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 والفا. اذا كان اخرت هاي بمقدار الفا وبكرت هاي بمقدار الفا واخرت هاي بمقدار الفا وبكرت هاي بمقدار الفا، صار بامكاني الان اعمل اليمينيشن للهارمونيك ان اللي بيساوي 90 على الفا. هاي هي الفكرة الآن. فمثلا لو جينا عملنا ألفا، وهذه هلا رح تشوفوا من وين جاي، من وين جاي هذا القانون، هلا رح نشوف كيف. ألفا إذا كانت مثلا ألفا 30 رح تصير إن 3، مش هيك؟ 90 على 30 على 30 ب 3، فبيختفي عندي الثالث وبيختفي التاسع وبيختفي 12 ما في أصلا. ليش؟ اتفقنا هاي الويف فورم، وحتى هاي الويف فورم ما فيها إي أود هارمونيكس، مظبوط؟ ليش ما فيها اظهار كلهم ايفن؟ لانه اذا عملت شيفت ب 180 درجه وضربت في ماينس مش بتنطبق. ونفس الشيء هاي، شوفوا الطريقه اللي رسمنا هذه فيها كمان، لو عملت لها شيفت ب 180 درجه وضربتها في ماينس مش بتنطبق. ما هي راحت الشقفه هاي والشقفه هاي، بس ما هو برضه هي راحت من هون ومن هون، فلما زحتها 180 درجه وضربتها في ماينس انطبق هذا على هذا وانطبق هذا على هذا، ونزلت هاي القطعه وضربت على هاي القطعه، مش هيك؟ فكمان فيش فيها ايفن، ف 12 ما في عندي مشكله، بس بيختفي عندي الثلاثه، السته اصلا مش موجود بيختفي التسعه. طب لو كانت هاي 18، 90 على 18 5، فبيختفي عندي الخمسه وبيختفي عندي العشره اصلا مش موجود، بيختفي عندي الخمسه وال15 مظبوط، وال20 مش موجود وال25 بيختفي وهكذا. لو جيت عملتها اظن 13 وشيء حتى تصير 7، 90 على حوالي 13 اظن تعطيني 7، فبيختفي السابع، ال14 اصلا في شيء مش موجود هو، شو بيختفي ال21 وهكذا. اوكي ماشي واضح. من وين هذه جاي؟ لو جينا حللنا هاي الويف فورم، احنا قلنا اول شيء هاي الويف فورم A0 بتساوي 0 مظبوط، ولانها اود، لانها هاي الويف فورم اود، ما فيش عندي كلهم A's، والA والBN بتساوي 0 مش هيك، بس عندي AN. ولانها السيمتري اذا عملت لها شيفت ب 90 ب 180 درجه وضربتها في ماينس بتنطبق، معناها فيش عندي نو ايفن تيرمز مظبوط. اذا بس طل عندي فيها 1 و3 و5 و7 و9، ولو عملنا الان الاشتقاق للمعادله راح تلاقي انه بيطلع عندي اي ان بيساوي، هلا بتقدر تستفيد من الكورتر سيمتري، في عندي على فكره كورتر سيمتري في التنين، في كورتر سيمتري هي هذا الجزء مش متناسق مع هذا الجزء، مثل هذا الجزء وهذا الجزء، ونفس الشيء كمان اعمل هون كورتر ويف سيمتري، هذا الجزء متناسق مع هذا، متناسق سيمتريكال مع هذا، سيمتريكال مع هذا. اذا بقدر اضرب في 4، واحنا اصلا نقسم على باي، والان لاني بضرب في 4 من وين لوين بعمل انتجريشن؟ من 0 ل باي على 2. هلا هون من 0 ل باي على 2 في شيء، بس هون من 0 ل باي على 2 في شيء 0 مش هيك؟ فمن وين ببدا الانتجريشن؟ من الفا. فببدا هون من الفا وبروح على باي على 2، وبعدين عندي البيك اللي هو ام سميناه، وعندي هون ساين ان اوميجا تي دي اوميجا تي. الكل فاهم هاي كلها من وين اجت؟ ضربنا في 4 ليش؟ لانه عندي 4 مرات بس عملت الانتجريشن ربع المره، بس من 0 ل الفا ما فيش شيء، من 0 ل الفا هون ما في شيء. هلا هون بهي حاله خاصه الفا فيها 0، بس هاي الحالة هون ممكن تكون 30، ممكن تكون 18، ممكن تكون حسب ال... وعندي هون ضربت في ام اللي هي البيك، فهذه بتصير 4 ام على باي، وساين ان اوميجا تي بتصير ماينس كوساين ان اوميجا تي على ان من الفا، الفا طبعا بدها تكون بالراديانز لباي على ان. اوكي ماشي واضح. هلا تذكروا انه ان بس مساوية لواحد وثلاث، مش ترجع تعوض بعدين اثنين واربعة بيطلع معك تخبيص هون. احنا اتفقنا انه 1 و3 و5 و7 و9 مظبوط. اذا هلا لو جينا عوضنا هون، هلا كوساين نطلع اول شيء على كوساين ان باي على 2، بس ان ايفن شو راح يطلع معي؟ 90 270 مظبوط، 90 كوساين 90 وال270 شو راح يعطوني؟ 0. اذا بيختفي هذا، شو بضل عندي؟ ضل 4 ام على باي ان ماينس ماينس بتصير بلس كوساين ان،
اوميجا تي هي الفا، مش اوميجا تي هي ثيتا، مظبوط. وهدول ثيتا مش هدول بالراديانز، وهاي بالراديانز اوميجا تي. اذا ما حل ايش بعوض اوميجا تي، بصير عندي ان الفا، مظبوط. كل واضح فاهم هاي؟ هلا هاي امتى بتصير زيرو؟ ام عمرها ما راح تصير زيرو، مظبوط. وان ما فيش زيرو، وفور وباي كونستانت. مين اللي راح ممكن يخلي هاي زيرو؟ انه هذا يصير زيرو. امتى كوساين ان الفا بيساوي زيرو؟ لما ان الفا شو بتساوي؟ مالتيبلز اوف باي اوفر 2، تمام. اللي هي بتصير باي 90، مش هيك؟ يعني لما تصير ان باي او ان الفا عفوا بتساوي 90 او باي على 2، فبتصير فاجت من عندي وين؟ اجت هاي المعادله. فاي قيمه لالفا بتخلي هذا الشرط هون صحيح، بتخلي هذا الشرط صحيح، بعمل اليمينيشن للهارموني. بس ما قدرت اعمل اليمينيشن لثلاثه وخمسه بنفس الوقت، مظبوط؟ يا ثلاثه يا خمسه يا سبعه ومضاعفاتهم، مظبوط؟ ما قدرنا نعمل غير هيك. في طريقه هلا اضافيه، طريقه ذكيه اعمل فيها اليمينيشن لاكثر من هارمونيك، اللي هي بالشكل التالي. بدل ما اعمل بلس واحده بعمل اكثر من بلس، خلينا نعمل الشكل زي هيك مثلا. هاي طريقه ممكن اعمل فيها اليمينيشن، اظنها بتضلها نازل من هون، هلا بتاكد منها. طلع على الأرقام، الرسمة صحيحة، والأرقام 23.6 بالعشرة، هذا الرقم هون 23.6 بالعشرة، وهذا الرقم 33 وأظن 3 بالعشرة، 3 بالعشرة. هلا هدول نفس الشيء بتبعهم هدول، بس بدي اعمل حسابات، وهدول راجعين من ال 90 القيم هاي، يعني هاي عرضها 23.6 بالعشرة، قديش هاي لازم يكون عرضها؟ من هون من الزيرو لهاي 23.6 بالعشرة، إذا من باي هاي باي أو 180 درجة. هاي قديش راجعة من هون؟ 23، أظن عندي 100، مظبوط. 180 ناقص 23.6 بالعشرة قديش تعطيني؟ 156. إذا هاي 150 56 فاصلة 7، واطرح من 180 33 و 3 بالعشرة 123.4 ديجريز. هاي طبعا صعب اثبت لكم اياها، غيركم تعملوها بالحساب. هاي بتعمل اليمينيشن للثيرد، وبتعمل اليمينيشن للفيفث. هلا شو بتلاحظوا عليها هاي الويف فورم؟ هل هي الاوتبوت هون نزل لزيرو ولا نزل لماينس؟ اذا كيف بدي اشغل الاربعه ترانزسترز هناك؟ تتذكروا كنا نشغل واحد واربعه وبعدين نشغل؟ رح نشغل هون اثنين وثلاثه، واحد واربعه واثنين وثلاثه، واحد واربعه واثنين وثلاثه، وبكمل بنفس الطريقه من هاي. هذه بنسميها باي بولر، لانه عم بيطلع معي هون بلس في اس وماينس في اس من هون، اوكي؟ هاي احد الطرق، بس ايش مشكلتها هاي مقارنه بالويف فورم السابقه؟ بدي اعمل سويتشنج اكثر، يعني دائرة السويتشنج بتصير اكثر من هون. إذا عملت اليمينيشن للثيرد والفيفث، شو بروح عندي من هون؟ بيختفي الثيرد، فإذا الثيرد فولتج اختفى شو بيختفي عندي؟ بيختفي الدائرة تبعته الثيرد، وإذا اختفى عندي الفيفث من هون، شو بيختفي عندي كمان؟ شو بضل عندي؟ السفنث، فراح تلاقوا دائرة الويف فورم اللي هون بتحسن وضعها وبقل، ايش راح يقل فيها الكرنت ويف فورم؟ في شيء راح يقل فيها. طيب مش هلا حكينا احنا انه الان والسير بعدين المالتيبلز تبعاتنا راح نعمل لها اليمينيشن. صحيح صحيح. اذا كان مثلا 7 بصير 7 1. طبعا طبعا الثلاثه راح تختفي، الثلاثه والتسعه والسته اصلا مش موجوده. طيب ليش هون السبنت لسه موجوده يعني؟ قالت انه ثلاثه خمسه لازم كمان السبنت. لا احنا قلنا المالتيبلز تبعتها. مالتيبلز بس. عشان يتحقق الشرط اللي هو الفا ان بتساوي 90 على الفا، هاي بتتحقق للتسعه ما هي كمان. مش تتحقق إلها ولكل مضاعفاتها، اوكي. ايش اللي راح يخف هلا في الكرنت ويف فورم؟ راح تلاقي مش هو الافرج بتغير، مش الديستورشن فاكتور، ايش اسمه كان احنا سميناه المره الماضيه؟ توتال هارمونيك ديستورشن. هو ممكن كمان يتغير معك هذاك، بس انا اللي حكيت لكم عنه توتال هارمونيك ديستورشن. الدليل انه تحسن عندي الكرنت واقترب من سايد ويف، شو راح يكون؟ انه التوتال هارمونيك ديستورشن. وانت لما تيجي تحسب التوتال هارمونيك ديستورشن، مش هذا راح يختفي معك وهذا راح يختفي معك؟ وبتعمل حساب من هون بتحسن معك. انا ما راح ادخل فيها بتفصيل اكثر من هيك، بس حبيت